يعطيكم العافية. اليوم توفرت عندنا تشكيلة جدا كبيرة من منتجات شركة سيتو سامت، وبنعطيكم فكرة عامة عنهم. بخصوص أول منتج عندنا وهو التيك تاول، راح يفيدكم خصوصا حق الناس اللي تروح بحر نادي وما يبون الأغراض تاخذ معاهم مساحة كبيرة، خصوصا المناشف، فهذه المنتجات راح تكون جدا ممتازة. فكرة التيك تاول انهم فوط مايكرو فايبر، راح يكون حجمها جدا صغير، تنشف بسرعة، زائد انها راح تكون باردة بالاستخدام، يعني حتى لو كان الجو حار حاشها ماي حار، مجرد ما يحوشها اي هواء راح تكون باردة، بالاضافة انها تنشف بشكل سريع. عندنا على سبيل المثال حجم الاكس لارج، لو ملاحظين هني حجمه تقريبا شبر، لكن الفوطة نفسها راح تكون بقياس 75 سنتي في متر ونص، فتخيل انت معاك منشفة متر ونص في 75، وهذا حجمها، ما راح تاخذ معاك مساحة سواء بالجنطة او مع الاغراض اللي تكون معاك. حجم اللارج راح يكون 60 في متر وعشرين، الميديم 50 في متر، والسمول راح يكون 40 في 80 سنتي. هذه الأربع ألوان الجديدة، وأيضا وفرنا الألوان اللي كانوا موجودين قبل، فحاليا عندنا تشكيلة جدا كبيرة من ألوان التيك تاول. بالنسبة حق البوكت تاول، هو حجم أصغر من التيك تاول. هذه المنتجات راح تفيد الناس خصوصا المسافرة وعندهم طلعات بحر. المسافر ما راح يكون معاه مساحة سواء وقت السفر او اثناء الطلعة، لان عنده اكثر من مكان بيروحه، فالبوكت تاول راح تعطيه مساحة اصغر في التخزين. الاحجام هي نفس احجام التيك تاول، لكن تختلف سماكة المنشفة نفسها. اثنينهم راح يكونون بنفس الاداء لان كلهم مايكرو فايبر، فراح يمتصون الماء بشكل كبير، راح يكونون باردين بالاستخدام، ايضا راح ينشفون بسرعة. فعلى سبيل المثال هذه قياسها 40 في 80، وهذه قياسها 40 في 80. لو تلاحظون ان البوكت تاول راح تكون تقريبا بنص حجم التيك تاول، فهذه المنشفة راح تكون بالسماكة اكبر من البوكت تاول. تقدرون تختارون ما بينهم على حسب اللي يناسبكم، بالاضافة الى الالوان الجديدة توفرت من البوكت تاول، وايضا الالوان القديمة موجودة عندنا. عندنا ايضا فئة الدراي لايت، راح نعطيكم فكرة عامة عنها بخصوص الحجم. بداية الالوان بالدراي لايت راح تختلف، في بعض الاحجام راح تكون الوان سوليد او الوان سادة ما فيها اي رسومات او نقشات، لكن بعض الالوان راح يكون فيها نقش، نفس عندك هذا النقش الاول، النقش الثاني، النقش الثالث بهذه المناشف. اللي يختلف عن الاصدارين اللي قبلهم سواء التيك تاول او البوكت تاول، ان هذه المناشف تقدر تاخذها بايدك بكل سهولة، اذا بتروح مشوار سريع راح تقدر تاخذها بهذا الشكل، او تعلقها على سبيل المثال بالجنطة مالتك. بالنسبة للتيك تاول او الدراي تاول عفوا، راح يختلف الوضع، لانها راح تكون سلم بشكل جدا كبير. لو تلاحظون هذا الحجم الدبل اكس لارج مو متوفر بباقي الفئات، لكن حجم الدبل اكس لارج راح يكون بقياس 85 سنتي في 170 سنتي، فكحجم راح يكون اكبر. تخيل انت معاك منشفة متر و70 في 85 داخل هذا الكيس بهذا الحجم، يعني تقدر تاخذها معاك باي مكان، وراح تفيدكم بشكل جدا كبير. بخصوص هذه المناشف بشكل عام من كل الفئات، مجرد ما تبطلونها راح يكون في هذه القطعة حق التعليق، فإذا عندك أي مكان تعلق فيه المنشفة راح تكون جدا سهلة بهذه المناشف. لو تلاحظون عندنا فئة الدراي تاول، راح تشوفون أن المنشفة ما فيها سمك نهائيا، لكن هذا ما يمنع أنها راح تنشف بشكل جدا قوي، أيضا راح تمتص الماء بشكل كبير، وراح تنشف بعد الاستخدام بسرعة، فراح تكون جدا ممتازة بالنسبة للاستخدام. طبعا ما ننسى الاكسسوري كيس اللي راح يفيدكم بالماء، لانه راح يكون ووتر بروف،
وراح يفيدكم بالطلعات، خصوصا طلعات البحر. في منه أكثر من حجم ومتوفر باللونين، والمميز فيه أنك تقدر تحط فيه مفاتيحك، أيضا بالأحجام الكبيرة تقدر تحط فيه التليفون من غير لا يحوشه ماي، فتقدر تطلع وانت مرتاح. بخصوص هذا المنتج لو تلاحظون تقدرون تشيلون أول قطعة، راح تحصلونها لازقة بالصوب الثاني، أيضا تبطلون ثاني قطعة، بعدها راح يكون في ثلاث فرات بالربل أو البلاستيك الموجود، وداخلها راح يكون الكيس. فالعزل راح يكون جدا ممتاز، أنت عندك طقة طقتين ثلاث، بعدها من الصوبين راح تكون لازقة بهذا الشكل، وداخلها راح يكون في السير اللي تقدر تعلق فيه هذا الكيس. فهذه المنتجات راح تفيد الكل، خصوصا وقت الصيف، وقت البحر، وقت الطلعات أو السفرات، وحاليا صاروا متوفرين بالفرعين سواء الشويخ أو أسواق القرين. بحط لكم لينك بعد هذا الفيديو للي حاب يطلب، أو تزورون الأفرع وتختارون اللي يناسبكم. حياكم الله.